حايل مرة عزموني على مثل هذولي، ما أدري شو يسمونهن، والله يرحمه لذيذ، يرحمه لذيذ مثل هذا، صح ولا أنا غلطان يا ربع؟ والله إني نسيت اسمه. أو هو هذا كليناو، ها؟ شلونه تقول فار؟ صح؟ أو هو هذا أو شيء يشبه، والله أظنه هو هذا. طبعًا هذا بكاليفورنيا، مو كاليفورنيا، بنيفادا، هذا الحيوان متوفر مع الغزلان هذولي، شوفوا هذوليك الثانيات، الألك، أشكال ونوع الغزلان. طبعًا هذا المكان خاص بالصيد، به أشكال ونوع الأسلحة. أنا جاية بأخذ لي كم نوع سلاح، شوف ذاك الطيور، شوف ذاك الطيور، هذه الطيور الموجودة عندهم، أبو حسين، الثعلب، هذا الطير، وليك غزلان أنواع أخرى، شوفوا، شوف شحلات عيونه، هذول أنواع الطيور، بعد. شوفوا ما شاء الله حنطيني هل أروح أخذ لي سلاح للصيد، جاء موسم الصيد عشان نضبط سلاحنا وترخيصنا وأمورنا ونقنص. شوف الدب، طبعا يطلع لنا الدب على الطريق، أنا مرة شوف الدب في فلوريدا، والله الحين يقول فلوريدا ما بدب لا بلا به دب أسود في فلوريدا، مرة طلع لنا على الطريق مثل هذا، أخو هذا طلع لي يشبه هذا، ما أدري هو هذا، لا والله مش هذاك الأسود، شفت ذاك الأسود الوراء مثل هذاك الوراء الأسود، دون مو بني مثل هذا أسود، شفت الفلوريدا. نبي نتصيد لأن خوي أمريكي يروح كندا يصيد دببة. شوفوا هذا اللي يسمونه موز أو موز بالإنجليزي، بالإنجليزي أي شو اسمه، والله العظيم وايومينغ، أنا طالع من وايومينغ أبى أدخل يوتا، من وايومينغ أبى أدخل يوتا على الشارع، هو يجي ويقف بنص الشارع، أعلم هذا شكله راسه أعلى أكبر من هذا، وكل عولي والمرتفع شوف الحين يقولون أعلى مني وأنا رافعي، وكل عولي ها وعالي وجه الله، ويظل يبحر بنا ويقطع السير لين من مزاجه هو مشى، يوم مشى من مزاجه حنا نمشي. هذا نوع آخر من الطيور، هذاك القط البري شوفونه اللي يسمونه بوب كات، بوب كات، الديك الرومي أو الطائر المظلوم، بأمريكا يسمونه ديك رومي، بتركيا يسمونه ديك أمريكي، فرنسا ما أدري شو يسمونه، وبالعراق يسمونه فسيفس، أو وين ما يقلعون المسكين له اسم، ما حد يبيه، كلن يرمي على ديرة ثانية. أبي أخذ هذه، والله شوف ملونة، بيت ألوانه، قيمته بألفين وسبعمية وخمسين، 750 حلو. خلنا أخذ جولة ثم لا أخذ، إذا خذيت أخذ هذه. هذا يا البنات إيش رأيكن؟ ها؟ شيء خفيف لطيف، هذا للبنوتات اللي ناويات يصيدن عصافير هذا للعصافير اكيد انه ما لذ وطاب من الاسلحه، شيء شخصي وشيء للصيد. شوف هذولي، شوف شحلاتهم، شيء على كيف كيوفك، هذا كامل بألفين دولار كاملة، وأي شخص يقدر يشتري، أي شخص يقدر يشتري، طلع رخصة تشتري، هاي منعك للصيد ولا للاستخدام الشخصي.